أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر المستجدات الميدانية والترتيبات الأمنية وإعادة التموضع للقوات التابعة للإمارات والهدف منها. أفادت مصادر عسكرية بانسحاب قوات من ألوية العمالقة المنتشرة في الساحل الغربي صوب مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وذكر المركز الإعلامي للألوية أن هذه القوات ستشارك في تأمين عدن والمحافظات المجاورة إلى جانب قوات الحزام الأمني ومسلحي الانتقالي. من جهتها قالت مصادر عسكرية إن انسحاب ألوية العمالقة جاء بأوامر من قيادة قوات أبو ظبي لتعزيز قوات المجلس الانتقالي في عدن. تأتي هذه الخطوة بعد عديد من الخطوات أعادت من خلالها الإمارات انتشار وتموضع القوات التابعة لها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي تسعى إليه الإمارات من وراء إعادة نشر وترتيب القوات التابعة لها؟ وهل لما يجري في الميدان من إعادة تموضع للقوات علاقة بحوار جدة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. غموض يكتنف مفاوضات جدة ولا نتائج تلوح بالأفق، بينما يشهد الميدان تحركات وإعادة انتشار وتموضعات للقوات التابعة للإمارات. الأيام القليلة الماضية كانت التحركات فيها لافتة بوصول قوات وآليات جديدة إلى الساحل الغربي قادمة من ميناء عصب في إريتريا. ضمت هذه القوات إلى إمرة العميد طارق صالح. وخلال الأيام الماضية رشحت أنباء عن انسحاب بعض القوات الإماراتية من معسكر كريتر. أما أمس الأول فقد سحبت الإمارات أجزاء من قوات العمالقة التي كانت تتمركز في الساحل الغربي في العاصمة المؤقتة عدن، وهي خطوة ظاهرها تعزيز لتواجد الانتقالي في العاصمة المؤقتة، وذاك أيضاً ما أكده بيان تلك القوات. قبل ذلك كان انقلاب جديد للإمارات قد أفشل في جزيرة سقطرة بعد قرار الشرعية بتغيير مدير الأمن في المحافظة. وهنا يذهب البعض لربط سحب هذه القوات بتطورات الوضع في الجزيرة. تحرك الإمارات قواتها في المحافظات المحررة وكأنها تلعب على رقعة شطرنج، بينما تواصل الشرعية صمتها المطبقة وتسليمها بما تتصوره السعودية من مصير لليمن، وهو تصور لا يختلف عن تصور الإمارات التي تريد اليمن مساحة نفوذ يدار عبر ميليشيات تابعة لها. إذن مشاهدينا، في بداية الحوار هذا ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. سيد محمد، كيف تقرأ إعادة الانتشار والتموضع للقوات التابعة للإمارات؟ وفي الحقيقة أخي العزيز، الموضوع له علاقة بالعلاقة المتوترة بين الإمارات والشرعية تحديداً، وبمتطورات تطورات الأوضاع في الجنوب، التطورات الأخيرة في عدن وفي أبين وفي شبوة. طبعا الإماراتيون يؤكدون على ضرورة يعني تلاحم الجبهات في سبيل مواجهة الحوثيين، ودائما ما يؤكدون على أنهم يدعمون الرياض في سعيها لتوحيد الجهود وللتقريب بين وجهات النظر للمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، وخاصة الحوار الذي يفترض أنه يدور حاليا وإن بشكل غير مباشر في جدة. الإماراتيون يقولون إنهم يدعمون هذه الجهود وإنهم يقفون خلف الرياض في هذه المسألة، لكن الواقع أن تصريحات في واد والإجراءات العملية في واد آخر. عندما تنقل يعني قطاعات عسكرية تواجه الحوثيين بالفعل في الساحل الغربي من خطوط التماس ومن الجبهات الأمامية للحوثي، ثم تنقل هذه الألوية أو هذه الوحدات العسكرية إلى المناطق المحررة التي لا وجود الحوثيين فيها، وفيها وجود لقوات الجيش اليمني والأمن اليمني التابع للحكومة الشرعية اليمنية، فلا يعني ذلك إلا أن هذه القوات تنتقل من مهمتها الأساسية في مواجهة الانقلاب الحوثي إلى مهمة أخرى هي مواجهة القوات الحكومية، في معارضة واضحة لتصريحات الإخوان في الإمارات الرسمية من حرصهم على إنجاح حوار جدة. كيف يمكن أن ننجح هذا الحوار
وأنت تضح بقوات عسكرية لمواجهة الحكومة الشرعية، قوات الحكومة الشرعية التي تقول إنك جئت لنجدتها ونصرتها والتغلب على الانقلاب الذي حصل ضدها في صنعاء. كيف يمكن أن ينجح حوار جدة وأنت تسحب القوات من مواجهة الحوثيين لمواجهة القوات الحكومية؟ وكيف يمكن أن ندعو إلى توحيد الجبهات من أجل مواجهة الحوثي وأنت أصلا تسحب هذه القوات من مواجهة الحوثي؟ أنا أعتقد أن هناك الكثير. لكن دكتور جميح، هناك من يتحدث أن الجبهات في الحديدة يعني متوقفة ولا يحدث فيها تقدم كبير، وهناك أيضا تدخل من التحالف بتعليق ملف الحديدة، وأيضا هناك تدخل دولي. نعرف أن ملف الحديدة ملف شائك وهو أفضى إلى يعني اتفاق ستوكهولم وغيرها، فبالتالي التحرك هذا قد يكون طبيعي. ما رأيك بهذا الرد؟ لا، أنا أعتقد أن المعارك لم تتوقف في الحديدة يوما ما. الخروقات الحوثية بلغت الآلاف، وهذا مسجل بالنسبة للساحل الغربي، وبالتالي لولا وجود قوات في الحديدة هناك لعاد الحوثيون إلى باب المندب كما كانوا من قبل. يعني لا يمكن أبدا أن نتصور أن الحوثي يمكن أن يظل في الحديدة إذا سحبت هذه القوات ولم تعوض بقوات عسكرية أخرى أو 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 حل آخر من الحلول الذي يمكن أن يواجه الحوثيين، لأن الحوثيين إذا رأوا أن الأرض خالية بالنسبة لهم سيتقدمون، لا يمنعهم إلا وجود قوة تردعهم، لا يمكن أن يرتدعوا باتفاق ستوكهولم. وبالتالي أنا أعتقد أن الإقدام على سحب قوات من جبهة حساسة مثل الحديدة ومن الخطوط المواجهة إلى قوات إلى لمواجهة القوات الحكومية، فهذا يعني بكل تأكيد أننا لم نعد نرى أن المعركة المصيرية هي المعركة مع الانقلاب في صنعاء، أنا أقصد عن المجلس الانتقالي والإماراتيين، وإنما أصبحت الرؤية أن المعركة المصيرية هي مع قوات الحكومة اليمنية التي جاءت الإمارات وجاءت التحالف العربي أصلا لدعمها. هذه إشكالية يجب أن تحل، هذه إشكالية لا يمكن أبدا أن يستمر تسويق وتسويغ أن الإمارات موجودة في اليمن من أجل دعم الحكومة الشرعية. هذه مسألة أصبحت مفضوحة. اليمن على في مجلس الأمن الدولي قال إن هذه دكتور نعم أنت أشرت إلى أن هذا الدعم لا يصب في صالح الحكومة الشرعية، وأن نعم. وأن الأفعال الإمارات في عدن وفي غيرها أصبحت يعني تدعم ميليشيات خارج عن الشرعية. نعم. هذا قيل أمام الأمم المتحدة وعلى الإماراتيين أن يراعوا سمعتهم الدولية في ذلك. نعم، أنت أشرت إلى أن ما يحدث له علاقة ب حوار جدة، في حال وصل حوار جدة إلى طريق مسدود، ما هو المتوقع من الناحية الميدانية؟ نحن أولا نتمنى أن لا يصل الأمر إلى الانسداد السياسي. يعني هناك أفق للحل، هذا الأفق الخطوط العريضة له يعني تتشكل من مشاركة سياسية، دمج الوحدات الأمنية في أجهزة وزارة الداخلية، سحب الوحدات العسكرية لخطوط الجبهات. هذه الخطوط العريضة الثلاثة التي يدور فيها الحوار. تفاصيل الخطوط، حجم المشاركة لم يظهر بعد، حجم أو عدد الحقائب التي يمكن أن تسلم لهذا الطرف أو ذاك، تسوية أوضاع الميليشيات، دمج الميليشيات، تفاصيل لم يخط فيها. لكن أنا أعتقد أن هناك أملا كبيرا بأن المؤتمر جدة وحوار جدة إنجاز التعبير سوف يصل إلى قدر نسبي من النجاح، لأن هناك أيضا ضغوطا دولية من أجل إنجاح. الأمريكيون يبدو أنهم يعني يريدون إنجاحه، وكذلك الفرنسيون والبريطانيون، وطبعا المملكة العربية السعودية تضع ثقلها كله في هذا الجانب. لا أتصور أن هذا الحوار يمكن أن يفشل، لكن أنا أعتقد أن نقل القوات هو من قبيل التلويح بالقوة، أنه إذا ما لم ينجح الحوار في جدة بالطريقة التي نريدها فإننا جاهزون عسكريا. نعم، شكرا لك الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، المحلل السياسي. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، إذن تحرك جديد للقوات المدعومة إماراتيا ودعم القوات في عدن وغيرها لبدء مرحلة جديدة من التحشيد، رأيك حول هذا الوضع وهذه التطورات؟ مساء الخير. هذا التحرك يأتي ضمن سياق الوضع العام
في اليمن وتحديدا في المناطق الجنوبية، وما يحدث في جدة. نعرف أن الخطة الأصلية كانت تقضي بأن يسيطر الانفصاليون على عدن بشكل كامل وعلى معظم مناطق الجنوب، ثم الذهاب إلى جدة، وبعد ذلك يتم وضعهم إعادة هندسة الحكومة ووضع هؤلاء في السلطة ويصبحوهم الجزء الرئيسي في السلطة. هذه كانت الخطة الرئيسية. الخطة في بدايتها المرحلة الأولى تم تنفيذها، وطبعا فشلت من السيطرة عن كل مناطق الجنوب واكتفت الآن بعدن ولحج والضالع وأبين، بينما شبوه وحضرموت متقسمة يعني ليست تحت سيطرتهم. يبدو أن ما يحدث في جدة لم تصل إلى النتيجة التي تريدها الإمارات والانفصاليون. هادي وحزب الإصلاح يدركون بأن الوضع الانتقالي وأيضا قوات أو طارق صالح في الحكومة، إعادة هندسة الشرعية ما يسمى إعادة هندسة الحكومة والشرعية، سيكون على حسابهم، على حساب هذه القوى، وبالتالي رفضوا. وهذا أمر طبيعي، يعني هادي رفض أي أن يتنازل تماما عن سلطاته المطلقة الذي حصل عليها عرضا منذ عام 2012، وبالتالي لا يريد أن يتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، كذلك حزب الإصلاح. لهذا السبب هذه سحب القوات هي رسالة من شقين. أحد هذه الرسائل هو أننا سنكشف جبهة الساحل ونجعلها ضعيفة إلى الحد الذي ممكن الحوثي يستعيد السيطرة على كلها أو بعضها، وبالتالي يشكل ذلك اختراق استراتيجي ونكتة كبيرة للسعودية في هذه المنطقة. الشق الثاني هو أن تكون هذه القوات جاهزة لأي صراع قادم في أبين أو في عدن أو شمالا في شبوة، وهذه أيضا رسالة ضغط للسعودية والهادي وللإصلاح من جهة أخرى. ولهذا الأمر هكذا يبدو، يعني هكذا تبدو الصورة، إنها وسائل للضغط أكثر من كون هناك حاجة عسكرية، لأنه في الوقت الحالي ليس هناك من تهديد عسكري مباشر للقوات الانفصالية في عدن وأبين. يبدو هناك اتفاق أو تفاهمات سعودية إماراتية مع هادي وأيضا الانفصاليين بأن تبقى الأمور على حالها على الأقل في المستوى العسكري. نعم سيد عبد الناصر، أنت أشرت أن هناك تفاهمات سعودية إماراتية في آخر حديثك، لكن البعض يقول أن الإمارات لا تستجيب لتحركات السعودية لحل أزمة عدن والمناطق الجنوبية. يعني شوف، السعودية هي في مواقف ليس لديها خيارات كثيرة، لا تستطيع أن هذا من فترة طويلة منذ أن قررت الإمارات بشكل أو بآخر الانسحاب جزئيا أو إعادة التموضع في اليمن. السعودية لا تريد أن تضغط على الإمارات للدرجة التي تخرجها من التحالف. السعودية تخشى هذا الأمر كثير، أن لا يكون هناك تحالف، أن يكون هناك فقط تدخل سعودي في اليمن. هذا يحملها عبء سياسي وعسكري ومالي ومعنوي وقانوني، هي لا تريده. الإمارات تدرك هذا الأمر، ولهذا تمارس الضغوط أو يمكن تقول الابتزاز حتى للسعودية بأنه عليكم أن تقبلوا أيضا بتصورنا للحلول وبتصورنا للتعامل مع المشكلة اليمنية من خلال أجندتنا. لهذا السعودية تحاول أن توازن، تحاول أن تقبل
جزئيا بمصالح الإمارات بأجندة الإمارات. في نفس الوقت أيضا السعودية تدرك أن الطرف الآخر الذي تستمد شرعية تدخلها منه لا يمكن أن تهمله تماما، وهي بحاجته حتى على الأقل من الناحية الرسمية. يعني نعم سيد عبد الناصر، لكن يقال أن إعادة التموضع للقوات المدعومة إماراتيا في هذا التوقيت يأتي بمثابة إعلان ردة فعل إماراتية بعد أنباء متداولة عن بداية هدنة جديدة بين السعودية والحوثيين، الغرض منها إعادة تأزيم الوضع جنوبا. كيف ترى ذلك الطرح؟ يعني أكيد أن المناخ الأحداث كلها يؤثر في بعضها، لكن لا أعتقد أن الوضع الآن أن هناك هدنة سعودية حوثية حقيقية. هناك حديث، هناك أفكار، هناك ضغوطات تمارس على السعودية من أجل هذه الهدنة. هناك وضع السعودي صعب يجعلها ممكن أن تقبل بشكل من أشكال التفاهمات التكتيكية الجزئية، لكن لا أعتقد بأنه ربط مباشر. الإمارات وأنصارها الانفصاليين يريدوا أن يحصلوا على شرعنة وجودهم، يريدوا أن وشرعنة وجودهم هكذا لن تمر إلا من خلال ما يسمى تفاهمات جدة أو مفاوضات جدة. لكن الطرف الآخر وهو هادي والإصلاح وبعض القوى لا يمكنهم أن يقدموا هذا التنازل، لأنه سيكون على حسابهم، هو استهداف لهم، وهم في الأخير ليس لديهم الشيء الكثير الذي سيخسروه إن استمروا في الرفض. لهذا هذه ما يحدث الآن هو ضغط إماراتي، أيضا من الانفصاليين والإماراتيين، ضغط على السعودية تحديدا، على السعودية أكثر من كونه على هادي الإصلاح، لأنه نعم. يعني الإصلاح وهادي لم يعد لديهم وجود في عدن. نعم. وهم أيضا مدركين بأن هذه القوات على الأقل في الوقت الحالي لن تتحرك باتجاه شبوة أو باتجاه وادي حضرموت. تفضل لتخرجهم. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. نعم تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا أيضا من إسطنبول المحلل السياسي ياسين التميمي. سيد ياسين مرحبا بك معنا. تحشيد وإعادة انتشار وتموضع للقوات المدعومة من الإمارات، ما الهدف برأيك منها في هذا التوقيت؟ تحية لك أخي سالم ولمشاهدي قناة بلقيس. طبعا هذا يعكس الأجندة الإماراتية في هذه الجبهة المهمة من جبهة القتال، وقد تحددت معالمها بشكل واضح جدا. الإمارات تتصرف وفق منطق التفكيك والتقسيم، وما نراه اليوم هو إعادة تموضع جهوي للقوات التي أنشأتها الإمارات، سواء كانت تتعلق بالعمالقة أو بالأحزمة الأمنية والنخب أو بقوات حراس الثورة التي يقودها طارق صالح. طبعا هناك دوافع مختلفة لانسحاب القوات الجنوبية المعروفة بالعمالقة من الساحل الغربي، بعضها يأتي نتيجة مواقف بعض القادة من كون طارق هو قائد هذه القوات، قائد العملية المشتركة. ولكن الدافع الأساسي أعتقد أنه يتعلق بأجندة الإمارات التي اليوم تذهب باتجاه إعادة تقسيم البلد وإعادة تموضع القوات التي أنشأتها وفق التقسيم المناطقي الذي تريده، حيث تريد أن تركز الآن القوات الجنوبية في نطاق الجنوب والقوات الشمالية في نطاق الشمال، ثم تفتح مسارات صراع مختلفة في الشمال وفي الجنوب بما يتسق مع أجندتها. طبعاً الآن ما يقال عن أن القوات التي ذهبت لعدن يمكن أن تعزز من فرص المجلس الانتقالي في الحسم العسكري ضد القوات الشرعية، فيها شيء من الوجاهة، لكنها أيضا لا تتوفر على ضمانات كافية، لأن هذه القوات أيضا يمكن أن تتموضع مناطقيا في هذه المعارك. فكما تعلمون العمالقة تنتمي إلى محافظات مختلفة، والصراع في الجنوب اليوم هو صراع جهوي وليس صراع ما بين الذين يريدون انفصال الجنوب والذين يرفضون انفصال الجنوب، وهذا ما عكسته المعارك في الفترة الأخيرة. إذن أنا أعتقد أنه هو نوع من التخبط ونوع من القيادة الكارثية لمجريات الأحداث. سير العمليات أو مسرح العمليات في الساحل الغربي اليوم يكاد. نعم سيد ياسين. نعم. في ظل هذا التخبط الذي أشرت له،
هناك الحديث عن حوار جدة المزعوم، وهناك أيضا مثل ما أشار الدكتور جميح أنه يحظى بدعم دولي ويراد له النجاح. في حال فشل حوار جدة، ما هو السيناريو المتوقع؟ حوار جدة حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات بأنه بدأ أو أنه قطع شوطا ما. هناك يعني رسائل تنقل بين السلطة الشرعية والانتفاريين المتواجدين في جدة، لكن السلطة الشرعية لها شروط واضحة أعتقد لم تلبى حتى هذه اللحظة. السلطة الشرعية بعيدة كل البعد عن أن تقبل بفكرة حوار مع المجلس الانتقالي يعيدها أو يؤسس أو يبني على هذا الحوار مصالح المجلس الانتقالي. لكن بالنسبة للتفاهم الدولي، هذا هو يعود إلى أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف ينظر إلى ما يجري في الساحة اليمنية من زاوية السعودية والإمارات، وأعتقد أن الإمارات والسعودية جندوا كل إنفاقاتهم الدبلوماسية لتثبيت هذا المسار على وجه التحديد. والمسألة تربط عادة باستحقاق المواجهة مع الإرهاب إلى آخره، لكن في نهاية المطاف الأمر يتعلق بمدى صمود السلطة الشرعية ومقاومتها لهذا المسار الذي إن مضى في الاتجاه الذي تريده السعودية أو تريده الإمارات فإنه سيؤسس لمرحلة جديدة وكارثية من مستقبل البلاد قائمة على فكرة التقسيم والصراع على أساس التقسيم، لأنهم هم يريدون الآن يؤسسوا صراعا مسلحا مشروعا على فكرة التقسيم، وهذا ما يدفع إليه حوار جدة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد ياسين. نعود إلى ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، سؤال أخير، هل تعتقد أن هذا التحشيد وهذه التحركات هو استباق لنتائج أي مفاوضات مقبلة مزعومة في حلحلة هذه الأزمة؟ يعني هو بشكل عام مثل ما قال الأخ ياسين، هو نتيجة فشل الإدارة العامة السعودية تحديدا للملف اليمني. يعني هذه كلها هي نتائج ومخرجات طبيعية لخمس سنوات من الفشل، وأنه تتويج هذا الفشل ما حدث في عدن الصراع الواضح من خلال طرد ما تبقى من رنزية ما يسمى الشرعية، وبالتالي إلغاء العاصمة التي كانت تسمى عاصمة مؤقتة وهي لم تكن فعلا عاصمة مؤقتة ولكنها كانت تحمل شكل من أشكال هذه الرمزية. الآن إشراك الانفصاليين، يعني الغباء لمن وضع الخطة أنه كيف تشرك انفصاليين يطالبون بتفكيك الدولة وتحطهم في مناصب بعضها يراد لهم أن يكون في مناصب سيادية، يعني الحديث يدور عن تسليمهم وزارة الدفاع وزارة الداخلية وهي وزارة سيادية، ويصبح وزير الداخلية وزير يطالب بانفصال الواضح. يعني احنا مش ناقصين الانفصاليين المستترين الذي هم مثل هادي والميسري وغيره، ناتي بانفصاليين واضحين تمام هكذا مشروعهم هو تفكيك الدولة اليمنية. إضافة الى انه ايضا هذا انت بتستثير صراعات جهوية في الجنوب، صراعات حزبية داخلية، وبالتالي حتى هذه الخلطة الذي يراد لها الآن من خلال حوار جدة أن تعمل حكومة تتشكل من انفصاليين ومن من من يتبعوا طارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح وهادي وغيره، وهذه الخلطة كلها كيف ستديرها إذا كانت هذه الحكومة التي هي حكومة هادي والتي أتى بها هادي وأسرته والمحاسب عليه لم تعمل بشكل سليم، فكيف ستعمل حكومة مشكلة من متحاربين من أعداء؟ يعني هذه كلها هي كما ذكرنا نتيجة فشل الإدارة السعودية، وهذا ما تتجنيه السعودية من فشلها. وصلت فكرتك السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من الأردن. بالعودة إلى ضيفنا من إسطنبول المحلل السياسي ياسين التميمي. سيد ياسين، السؤال موجه أيضا هو بنفس نفس السؤال الذي وجهناه للسيد عبد الناصر، هل تعتقد أن هذا التحشيد وهذه التطورات هي استباق لحوار جدة المزعوم؟
هو طبعا ما قاله السفير البريطاني لخص كل شيء. ما تسكت عنه السعودية والإمارات الآن تحدث به السفير البريطاني، وقال الانفصاليين لا يمكن أن يحبوا بإجماع دولي إلا إذا حصل اتفاق في جدة، والشرعية لا يمكن أن تعود إلى عدن إلا إذا حصل اتفاق في جدة. كان هذا أخطر صحفي، كان تصريح صحفي من سفير دولة مثل بريطانيا لها علاقة كبيرة بالشأن اليمني وهي التي تمسك بالملف اليمني في مجلس الأمن. هذا يشير إلى أن الأطراف كلها تدفع باتجاه تضييق الخيارات على كل الأطراف. هذا التحشير قد يكون له بصلة مباشرة بالضغط على الشرعية الذهاب إلى اتفاق جدة، لكن أنا أنصح السلطة الشرعية كمواطن وكمراقب وكمهتم بالشأن اليمني أن تحمل الضغوط أهون بكثير من القبول بالذهاب إلى مسار جدة. مسار جدة يعني تأسيس يعني مسار تفاوضي ليس له من هدف إلا إقرار وشرعنة الانفصال وإعطاء أي معركة قادمة مشروعية خصوصا للانفصاليين المدعومين من الإمارات لأنهم يدافعون عن حق ويستندون إلى اتفاق ومرجعية سياسية هي مرجعية واتفاق جدة. لهذا مقاومة هذا الاتفاق وعدم الذهاب إلى هذا الاتفاق وعدم، لكن من يقول سيد ياسين هناك من يقول أن هذا الاتفاق سيقود إلى إنهاء التمرد وإنهاء هذه الأزمة خصوصا في الجنوب للتموضع أو التكاتف في الجهود جميعها للوقوف ضد انقلاب الحوثي. هذا إذا كان التحالف عاجز بالفعل عن إلزام الانفصاليين بالالتزام بالانسحاب من المرافق وإنهاء التمرد، لكن هذا التحالف هو الذي دعم الانفصاليين وهو الذي مكنهم من خوض جولة حاسمة ضد السلطة الشرعية وهو الذي خدع السلطة الشرعية عمليا. الذي قام بهذا الانقلاب هو التحالف في الإمارات والسعودية وليس هؤلاء الانفصاليين. هؤلاء الانفصاليين أدوات. إذن هدف تقسيم اليمن هو هدف سعودي إماراتي عبر هذه الأدوات الرخيصة التي تبرعت في تحقيق أهداف السعودية والإمارات. نعم. الذهاب إلى مسار جدة خيانة لا ينبغي أن تتورط فيها السلطة الشرعية. طبعا أنا لا أثق بالسلطة الشرعية ولا أثق بالرئيس هادي ولا أثق بأعضاء حكومته. هؤلاء تم انتقاهم بعناية لكي نعاقب بهم نحن اليمنيون. للأسف الشديد هؤلاء القادة ليسوا القادة المثاليين بإدارة مشهد استثنائي ومرحلة استثنائية كالمرحلة التي تمر بها الجمهورية اليمنية اليوم. إذن المشهد معقد. شكرا لك سيد ياسين التميم المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا كان معنا من الأردن المحلل السياسي عبد الناصر المودع، وأيضا ضيفنا من لندن الدكتور محمد جميح. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، والتحية أيضا لفريق العمل، وإلى اللقاء.